بدايته قال: وإن في النفس دية 100 من الإبل. هذه دية النفس، فدية النفس وهي دية الحر المسلم الذكر 100 من الإبل. هذه الدية حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الوقت كما تعلمون الدية تدفع نقدا، لكنها تعتبر بقيمة 100 من الإبل. ولهذا تقدير الدية نقدا في هذه البلاد مر بمراحل، لأن الإبل تفاوتت قيمها من وقت إلى وقت آخر، وزادت في السنوات الأخيرة زيادة كثيرة عما كانت قبل سنين. فالحاصل أن الدية من حب النقد هي ما يعادل قيمة 100 من الإبل، وهذا قد يختلف من وقت إلى آخر بحسب قيم الإبل في ذلك الوقت.